السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع عمر دايزر. ايه الاخبار يا جماعه؟ ان شاء الله جميع بخير. النهارده زي ما انتم اكيد متابعين وعارفين كان يوم المؤتمر السنوي بتاع ابل. كل سنه ابل في نفس الميعاد تقريبا في شهر سبتمبر بتعمل مؤتمر كبير جدا للاعلان عن اجهزه جديده زي طبعا الايفون ويمكن ايباد وابل ووتش وما الى ذلك. ولكن زي كل حاجة في 2020 المؤتمر السنة دي مختلف بشكل كبير جدا. المؤتمر خلص من شوية وطبعا اتفرجت عليه، وفي رأيي شخصيا في حاجات حماسية جدا، في حاجات لطيفة، وفي حاجات محبطة في هذا المؤتمر. وفي الفيديو احنا هندلش عليها كلها وهنتكلم كده ونغطي كل حاجة اتقالت. قبل نبدأ تنسوش لايك العنيف، اكيد ياريت كمان تشتركوا معنا في القناة، تشغلوا جرس التنبيهات عشان تكونوا معنا في كل فيديوهات جديدة اول باول. اوكي، مبدئيا المؤتمر متسجل ولكن طبعا متذاع لايف، فمفيش حد على المسرح، مفيش جمهور فعلي، وطبعا مفيش برضه منطقه تجربه للناس اللي بتروح هناك زي ما بنشوف كل سنه. المؤتمر فعليا شبه جدا WWDC اللي شفناه من فتره، مؤتمر المطورين. فجوده الانتاج والتصوير مبدئيا، خلينا نبدا بالحته دي، رهيبه. ابل فظاع في هذا الموضوع، والمؤتمر ده مش استثناء. تصوير الزوايا، المونتاج، النقلات الرهيبه بتاعت الدرونز اللي بيعملوها، واو. بس بعد الواو بقى الاولاني ده، في حاجه محبطه جدا. عشان تيم كوك سي او بتاع ابل طلع اول حاجه قالها النهارده، عندنا هاردوير وعندنا حاجات هنتكلم عليها في الابل ووتش وفي الايباد، بس مفيش ايفون. مفيش ايفون في مؤتمر سبتمبر يا جماعه، دي حاجه جديده جدا. طبعا دي حاجه محبطه بشكل كبير جدا، كلنا كنا مستنيين نسمع عن ايفون 12 وكل الحاجات الجديده، لكن فعليا مفيش ايفون في المؤتمر. ولكن لو انت مركز جامد في المؤتمر وسامع كلام بيتقال، في تفاصيل كتير ممكن تعرفها عن ايفون 12 هم ما قالوهاش صراحه، ولكن موجوده قدامنا ومعروفه. الايفنت السنه دي على فكره باسم تايم فلايز، يعني الوقت بيعدي بسرعه، وطبعا تايم فلايز معناه انك تعرف على طول ان في كلام على الساعه. وفعليا اول منتج اساسي النهارده هو ابل ووتش سيريز 6. الساعه الجديده بصراحه كان ممكن يسموها ابل ووتش سيريز 5S، لان تغييرات عن 5 فعلا ما تعتبرش كبيره. انت اذا معاك 5 اظن انت مش محتاج تفكر قوي في 6، لكن اذا معاك حاجات قديمه ف 6 اكيد هتكون ساعه قويه. مبدئيا عندنا الوان جديده، عندنا لون اسود كده جديد شكله لطيف، في لون ذهبي جديد، وفي لون احمر جديد طبعا تبع بروجكت ريد. في الغالب ده بتلاقيه في اخر عمر كده المنتجات قبل ما التصميم بتاعها يتغير بالكامل. واللون الاخير اللي عجبني جدا بصراحه هو لون الازرق، شكله مميز جدا. وخلي بالك من الازرق هنا، تركيز ابل دايما في ابل ووتش هو على الهيلث والصحه ومراقبه صحتك ومعرفش ايه، ودايما بتجيب امثله من ناس الابل ووتش انقذت حياتهم في مواقف وما الى ذلك. والاضافه الجديده الاولى اللي اتكلموا عليها هي قياس نسبة تشبع الاكسجين في الدم، دي حاجة جديدة اضافت على ابل ووتش عن طريق سنسورز جديدة فيها انفراريد وفيها ضوء احمر عشان يقيس فعليا نسبة الاكسجين عندك. هل ده اوبشن جديد؟ مش جديد، موجود على ساعات تانية، موجود على ساعات من هواوي، موجود على ساعات تانية، ولكن طبعا كويس انه اضاف مع ابل ووتش. التغيير الاساسي كمان الجديد في الهاردوير هو اضافة بروسيسور جديد الـ S6، ده يعتبر ديوال كور بروسيسور ويعتبر اقوى ب 20% من الجيل اللي فات من الاس 5. مع السيريس 5 ابل قدمت موضوع الاولويز اون ديسبلاي، ان الشاشه تفضل منوره لك كده شكل الساعه حتى وانت مش باصص عليها. المره دي الموضوع اتحسن، بقت الشاشه بتنور اقوى بنسبه 20% اضاءه، بدل ما هو مطفي زياده قوي يكون منور اكتر شويه. اوكي، كتغيير جديد في الهاردوير كمان دلوقتي اتضاف سنسور التيميتر عشان تقدر تقيس ارتفاعك من على سطح البحر، الناس بتحب التسلق وما الى ذلك. ولكن فيما عدا ذلك في الهاردوير مفيش اي حاجه ثانيه اتغيرت، مفيش اي كلام خالص على عمر البطاريه، تقريبا هو نفسه 18 ساعه على كلام ابل، ساعات بيكون اكتر من كده، ولكن المره دي الشحن هيكون اسرع شويه، المفروض تشحن من 0 ل 100 في حوالي ساعه ونص. فخلصت الهاردوير نفس الشكل مع الوان جديده، بروسيسور اسرع شويه مش وحشين، وعندك سنسور لقياس نسبه الاكسجين في الدم. في جانب السوفت وير طبعا هيجي الساعه تنزل مع ويب او اس 7 جديد تماما، موجود دلوقتي نسخه البيتا منه. هيضاف كمان عندك واتش فيسز جديده، المفروض هتفتح كمان اكتر للمطورين، احتمال نشوف فيسر يشتغل على واتش او اس 7 بعد كده، دي حاجه حماسيه جدا يكون عندك كميه كبيره من الواتش فيسز. وعندنا كمان باندز جديده، في واحد بيتمط من غير ما تضطر انك تقلعه، في اشكال كده قماش، في حاجات شكلها لطيف بصراحه، ولكن الساعه ما اتغيرتش بشكل كبير عن الجيل اللي فات. وسعر الساعه على فكره هيبدا من حوالي 400 دولار. ابل كمان عامله حاجه جديده اسمها فاميلي سيت اب، دي حاجه لطيفه جدا، ان لو عندك اطفال عايز تشتري لهم ابل ووتش من غير ما يكون معاهم ايفون، تقدر تربطهم بالايفون بتاعك، تعرف مكانهم فين، تعرف يتواصلوا مع مين، تديهم كمان ارقام يقدروا يتواصلوا بيها، وياخدوا شويه مميزات انت اللي بتحددها بالظبط. ولكن طبعا موديل الساعه لازم يكون LTE، لازم مش بس اللي فيها GPS، لازم فيها LTE عشان تقدر تستفيد بهذا الموضوع.
دلوقتي كمان عشان ابل تقدر توسع جمهور الساعة اكتر وتدخل في اماكن اكتر في السوق، في موديل جديد جدا من الابل ووتش اسمه ابل ووتش اس اي. زي ما شفنا الايفون اس اي، عندنا دلوقتي ابل ووتش اس اي بسعر بيبدا من 280 دولار. ده سعر اكيد يعتبر منافس جدا لاي ابل ووتش، واتوقع ان ابل هتبيع منها بالكيلو، وخصوصا ان هي نفس بالظبط منظر السيريز 6، نفس المنظر بالظبط، نفس حجم الشاشه الكبير، مفيش هنا الشاشه الصغيره بتاعه زمان، نفس المواد المستخدمه، نفس كل حاجه. الابل ووتش اس اي تقدر تعتبرها ابديت مثلا للابل ووتش سيريز 3 اللي فات عليها طبعا كذا سنه. البروسيسور اللي بيجي فيها هو الاس 5 اللي فات، يعني مش سيء، وهتديك ضعف الاداء اللي خدناه عن السيريز 3 قبل كده. ابل ما وضحتش بالظبط ايه الحاجات الناقصه في الاس اي مقارنه بالسيريز 6. مازال عندك الكومباس البوصله والالتيميتر بتاع الارتفاع والاكسلرومتر والجيروسكوب، لكن غالبا مفيش طبعا القياس الاكسجين في الدم، ولا في الاي سي جي اللي كان موجود طبعا في السيريز 5 قبل كده. بس فيها موضوع الفول ديتكشن زي السيريز 6، ودي حاجه لطيفه انك لا قدر الله لو حد وقع تقدر تبلغ النجده وما الى ذلك. نسيت اقول لكم كمان ان السيريز 6 دلوقتي فيها سليب تراكنج رسميا عشان تقيس السايكلز بتاعت النوم، لكن طبعا عمر البطاريه حاجه يعني هتحدد قوي الموضوع ده. اتوقع شخصيا بصراحه الابل ووتش اس اي هتلاقي نجاح عملاق، لانها بتغطي البيزكس الموجوده في الابل ووتشز الثانيه، لكن بسعر اقل بفرق واضح. دي حاجه اكيد كويسه. ملحوظه لطيفه، الاعلان اللي نزلته ابل للابل ووتشز الجديده رهيب بصراحه، مش هقدر احطه عشان هاخد كوبي رايت غالبا، ولكن رهيب، لازم تشوفوه، يمكن احسن اعلان هذه السنه والسنه اللي قبليها كمان. زي ما شايفين لحد دلوقتي مفيش ايفون، ولكن اسمع بقى الهنت المهمه عن الايفون. اولا زي ما شايفين في لون ازرق زي ما سمعنا في تسريبات قبل كده، وعلى مدار المؤتمر كمان زي ما هنتكلم اللون الازرق لون مستمر معانا، ففي الغالب جدا تسريبات حقيقيه والايفون 12 هينزل بلون ازرق. النقطه الثانيه المهمه بقى واللي مش لطيفه ابدا، ان ابل دلوقتي اعلنت انها كل طبعا الساعات بتاعتها بتستخدم المونيوم ريسايكلد ومواد يعني معاد تدويرها وما الى ذلك، وبتقول انها على سنه 2030 كل المصانع وكل المعارض وكل الحاجات بتاعتها تبقى خاليه من الكربون ايميشنز وما الى ذلك. وطبعا جوجل قالت نفس الكلام من فتره مش طويله، ودلوقتي كمبادره منهم لتقليل بقى الويستس والمحافظه على الكوكب وما الى ذلك، الابل ووتش هتنزل من غير شاحن، تنزل بس بالواير لوحده اللي فيه الماجنتيك من غير بريك. فاحنا كنا سمعنا لو فاكرين قبل كده اشاعات كتير ان الايفون الجديد هينزل من غير شاحن، وغالبا دلوقتي 100% الايفون الجديد هينزل من غير شاحن. فدول معلومتين لحد دلوقتي عرفتهم عن الايفون من غير ما يتكلموا عنه، ايفون هينزل بانه ازرق، ايفون هينزل من غير شاحن غالبا بس هيجي لك الواير. بس لسه المعلومه الاهم عن الايفون هنعرفها لما نتكلم عن الايباد، ودي كانت الخطوه الثانيه من ابل انها تتكلم عن الايباد الجديد. بس صحيح خليني افكركم برضو ان ابل دلوقتي ومؤخرا داخله في موضوع السيرفيسز بقوه، الخدمات زي ابل اركيد وابل نيوز وابل تي في بلس وما الى ذلك. دلوقتي كمان ابل اضافت حاجه جديده اسمها ابل فيتنس بلس، انك تتفرج على فيديوهات فيتنس وماشي مع الميوزك وما اعرفش ايه، دي خدمه هيكون ليها اشتراك. وابل كمان اعلنت عن اشتراك بقى شامل اسمه 1. الابل 1 هتكون خدمه باشتراك شهري، اقل فئه فيها تكون ب 15 دولار شهريا، هتاخد فيها الابل ميوزك، التي في بلس، والابل اركيد، وهتاخد كمان 50 جيجا من الاستورج على الاي كلاود. اذا عليت شويه تدخل كمان في الابل 1 فاميلي، تقدر تشير الموضوع مع 6 اعضاء من العائله وتاخد 200 جيجا اضافيه على الاي كلاود. اذا عايز بقى اعلى حاجه في اعلى حاجه هتدفع 30 دولار في الشهر، دي اسمها ابل 1 بريمير ولا بريميوم، بريمير تقريبا، هتاخد فيها الميوزك، تي في بلس، اركيد، نيوز بلس، وفيتنس بلس كمان من شويه، و2 تيرا على الاي كلاود. خدمه ابل 1 هتكون متوفره في بعض الدول في البدايه، وبعد كده هتنتشر ل 100 دوله تقريبا، هيتوسع الموضوع يوصل لنا في العالم العربي اكيد، وهيكون عندك شهر تجربه اذا عايز. موضوع الخدمات عند ابل دلوقتي بقى حاجه اساسيه ومهمه جدا ومصدر دخل عملاق يمكن اكبر كمان من قسم الاجهزه في شركات ثانيه كتير. اوكي خلينا نحاول دلوقتي بقى على الايباد، وابل عندها 2 ايباد. اول حاجه الايباد العادي جدا ايباد في الجيل الثامن دلوقتي، ما زال بنفس المنظر، توقعت هيلغوا الهوم باتن هيخلوا شاشه اكبر، لكن لا هو نفس المنظر بالظبط ولكن تحسين في المواصفات الداخليه. فدلوقتي بقى عندك A12 بايونيك، ده هيديك 40% اسرع سي بي يو، وهيديك جرافيكس احسن بمرتين من الجيل اللي فات، دي حاجه اكيد كويسه. وطبعا ابل بتتفخر وبتقول ان هو اسرع مرتين من مش عارف لابتوبات ويندوز المنتشره دلوقتي، مرتين وثلاث مرات اسرع من تابلتس اندرويد، ومش عارف كم مره اسرع من ايه، فطبعا ويستحقوا بصراحه. الايباد مقطع كل التابلتس الثانيه حاليا. الجيل الثامن من الايباد دلوقتي بيدعم الابل بنسل،
ودلوقتي كمان بفضل البروسيسور الجديد بيدعم النيورال انجن، فهيديك حاجات خاصه بالذكاء الصناعي اكتر وحاجات ابلكيشنز متطوره اكتر ممكن تشتغل عليه بشكل احسن وما الى ذلك، لكن هو بنفس التصميم العام. طبعا هينزل مع ايباد او اس 14 اللي احسن بمراحل من قبل كده. وعلى فكره كل الابديتس هتنزل لاجهزتكم، لو معاك اي جهاز من ابل الابديت هتنزل بكره يوم 16 سبتمبر، هيجي لك واتش او اس 7، ايباد او اس 14 واي او اس 14، كل دول هينزلوا رسميا. اذا انت بيتا او مش بيتا هينزل لك الابديت بكره ان شاء الله. لكن الايباد بقى المهم واللي قفز قفزه كبيره جدا هو ايباد اير. ايباد اير دلوقتي بقى يعتبر نسخه مخففه من ايباد برو، واحسن كمان في حاجات كتير. مبدئيا التصميم، تصميم ايباد اير بقى فعليا هو ايباد برو مع الحروف الحاده والزوايا اللطيفه والسمك الرفيع جدا، شكله ممتاز بصراحه. طبعا الفرق اللي هتعرفه من بعض هو ان في كاميرا واحده، وده بيجي في مقاس واحد اللي هو 10.9 انش، والشاشه هنا على فكره ليكويد ريتنا ديسبلاي مع ريزولوشن 2360 في 1640، شاشه شكلها لطيف جدا كالعاده. واللطيف في الشاشه هنا اكيد انها وصلت للحواف تماما، شاشه مغطيه وش الجهاز شبه برضو الايباد برو، والفرق غالبا ما بين الاثنين في الشاشه هيكون موضوع 120 هرتز، ده اللي هيكون مفضل لصالح البرو، لكن فيما عدا ذلك الشاشه شكلها شبه البرو جدا. الاختلاف عن البرو كمان ان هنا مفيش فيس اي دي، مفيش الكاميرا، هنا عندك تاتش اي دي. تاتش اي دي رجع تاني بشكل جديد في زرار الباور، وده اصغر تاتش اي دي عملوه لحد دلوقتي، المفروض ان هو سكيور جدا، بصمة تعتبر عادية لكن موجودة في زرار الباور، وزرار حجمه صغير فعليا، ومش زرار بلاستيك على فكرة، ده متغطي بسافاير جلاس، ابل يعني مدياله أهمية قوية ودي حاجة لطيفة. بس سيبك من كل ده، الحاجة اللي فاجأتني بقى جدا وكانت أكبر حاجة، يعني أكبر حدث في الإيفنت بالنسبة لي، هو البروسيسور بتاع الأيباد إير. البروسيسور اللي نازل هنا هو A14 بايونيك. بروسيسور جديد تماما، ابل سيليكون جديد يا جماعة، أول مرة نسمع عنه، والبروسيسور ده ولأول مرة في العالم 5 نانومتر. اذا انت مش عارف الموضوع، فاقوى المعالجات الموجوده على الساحه حاليا في اي موبايل وفي اي تابلت او غيره هي 7 نانومتر. كل ما يصغر الرقم يكون احسن، عشان معناها ان المكونات حجمها اصغر، فبيقدروا يحطوا مكونات اكتر في نفس مساحه الشيب. والمكونات هنا بيقولوا انها بتتقاس دلوقتي بالاتوم، بحجم الذره، يعني مش بتقاس بالملي او اجزاء بالملي. فعليا ابل بتقول ان الاي 14 بايونيك فيه حوالي 11.8 بليون ترانزستور، مليار، 11 مليار ترانزستور في البروسيسور الجديد، دي ارقام مهوله وحاجات جديده جدا. ابل كمان بتقول نسبه التحسن في الاداء، الزياده في الاداء مقارنه بال 7 نانومتر هي 40%، دي قفزه يا جماعه، ده جيل جديد جدا، حاجه اقوى بمراحل. ال 40% دي تحسن في السي بي يو، وعندك كمان 30% تحسن في الجي بي يو او في جانب الجرافيكس. النيورال انجن كمان اللي هو يعتبر جزء الذكاء الصناعي بقى دلوقتي 16 كور. في قسم كمان خاص بالماشين ليرنينج جوه البروسيسور، ام ال اكسلريتورز، دي بقت اسرع ب 10 مرات من قبل كده. كل ده هيديك، هيفتح لك افاق لابلكيشنز معقده اكتر بكتير، ممكن تعمل اديتنج فعليا زي ما بيقولوا لافلام 4K على الايباد الجديد او على الايفون الجديد زي ما هنحكي بعد شويه. وطبعا هيفتح لك مجال لجيمز اقوى بمراحل. الايباد اير الجديد كمان بيجي مع كاميرا اماميه 7 ميجا بكسل وكاميرا خلفيه 12 ميجا بكسل، دي نفس الموجوده في الايباد برو الموجود دلوقتي، بيدعم الابل بنسل الجديد، بيدعم الماجيك كيبورد الجديده كمان، ده فعليا يقدر يتضاف دلوقتي على عائله البرو بصراحه، الفروقات بقت قليله جدا. اذا انت مش محتاج ال 120 هرتز والحجم الكبير بتاع البرو ال 13 انش، اظن هيكون اوبشن قوي جدا، خصوصا السعر هنا 600 دولار، هو مش رخيص، لكن قارنه بسعر البرو هيبقى رخيص ساعتها. ابتدى اقول لكم كمان الايباد اير الجديد بقى فيه سماعات ستيريو، وهيتوفر ابتداء من الشهر القادم. لكن الخلاصه بقى اللي انا اخدتها من التابلت ده فعليا هي الـ A14، ده البروسيسور اللي هنشوفه على الايفون 12 ايا كان هينزل امتى. الـ A14 قفزه رهيبه يا جماعه، 5 نانومتر. احنا مش عارفين امتى جانب سناب دراجون هيدخل في هذا الموضوع، يمكن مش قبل السنه اللي جايه اكيد، فاحنا داخلين على جنريشن جديد بدايه من الايفون 12. فنرجع تاني بقى للنقطه اللي انا حكيت لكم عليها في الاول، وهي المعلومات المهمه اللي نقدر نستنتجها عن ايفون 12 حتى من قبل ما نسمع عنه اي حاجه رسميا. اولا اللون الازرق، اللون الازرق موجود في الابل ووتش، موجود في الايباد اير 100% يا جماعه. الايفون الجديد ايفون 12 هينزل في اوبشن بلون ازرق، زي ما كان في اخضر دلوقتي هيكون في اوبشن ازرق، يمكن الاخضر يتلغي. المعلومه الثانيه مهمه جدا، الايفون 12 بالنسبه لنا شخصيا 100% هينزل من غير شاحن، دي حاجه ترقبها، اذا عندك شاحن من دلوقتي شيله على جنب قبل ما تبيع الايفون اللي معاك دلوقتي. النقطه الثالثه ان الايفون هينزل مع بروسيسور A14 اللي واضح ان هو سفاح بجميع المقاييس، 40% قفزه في الاداء، وعندك كمان على فكره الايمج سيجنال بروسيسور جديد، وحده معالجه للصور جديده، فتوقع برضو اختلاف في شكل الصور اللي جايه من الايفون بعد كده.
ده غير طبعا هو هيوفر في الطاقة اكتر، كل ما تتحسن عملية التصنيع هتديك بطارية احسن بكتير، ودي حاجة انا متحمس ليها جدا. الايفون 11 اوريدي كان بطل في البطارية. ده غير جانب النيورال انجن والذكاء الصناعي وموضوع الماشين ليرنينج، كل الحاجات دي هتديك بروسيسور خيالي، وبتدينا كده حماس ودفع اللي هنشوفه من ابل بعد كده في اللابتوبس وفي الديسكتوبس. ابل خلاص توجهت تماما انها تستخدم السيليكون بتاعها البروسيسور بتاعتها في كل الاجهزة، فبداية مع الـ A14 انا شايف ان ده اصلا ممكن يستخدم في حاجات تانية كتير. ابل بتقول تقدر تعمل edit 4K على الايباد، فممكن تعمله كمان على الايفون، ممكن تعمله بعد كده طبعا على الاجهزة التانية، وهنشوف ايه اللي هنشوفه بعد كده. بصراحة متحمس ان ابل في جانب السيليكون والبروسيسورز. الغريب والمريب والعجيب ان ابل ما جابتش سيرة اطلاقا امتى هنشوف المؤتمر القادم بتاع الايفون، مفيش اي حتى نبذة كده او اي تسريب امتى. كل الكلام سمعناه ممكن يكون في شهر اكتوبر نتيجة ان في تعطيل في سبلاي بعض القطع وبعض التصنيع في 100 شكل ومعرفش ايه، يقال احنا مش هنشوف الايفون الجديد مع 120 هرتز نظرا لشوية مشاكل في التصنيع. دي هتكون حاجة محبطة جدا بصراحة، يعني جدا جدا نظرا ان السوق كله دلوقتي 120 هرتز. هنشوف، مش هنستبق الاحداث، ولكن ترقب مؤتمر جديد من ابل في شهر اكتوبر ان شاء الله. وبس دي كانت كل حاجة محتاج تعرفها عن مؤتمر ابل مع شوية اسرار ايفونية خفية. لو عجبكم الفيديو اتنسوش لايك عنيف، في انت تشتركوا في القناة، تشغلوا جرس التنبيهات تشوفوا معنا في كل الفيديوهات الجديدة اول باول، كمان تابعونا على انستجرام فيسبوك تويتر او كلها تحت الفيديو. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سلام.